الفيديو ده مش لأي حد، أرجوكوا تقفلوه لو مش هتستحملوا الجرأة اللي هتطلع، بالذات الناس الكبيرة في السن اللي واقفني وتبوس إيدي وتقولي لي خليكي براحة في الكلام، أنا آسفة يا عمو أو أنكل أو يعني مستشار فلاني، أنا مش هقدر أبقى براحة خالص لأن المواضيع دي حساسة جدا ولازم تتفجر في المجتمع. أول مرة في حياتي في السن اللي أنا فيه ده أعرف إن في حاجة أهم من الشرف، إن مشاعر البشر literally مشاعر، بالذات مشاعر البشر، بالذات البنات، بالذات العذراء، بالذات ولاد الناس اهم بكتير من الشرف. الشرف keep your legs closed thank you، قالتها لنا في امريكا just keep your legs closed، لما مؤاخذه في الاباحه، ما بقتش انيمور بالحته المؤاخذه التحتانيه دي خالص خالص. بقى في قدرة تمثيل وإبداع وكذب يعني أسلوب مانيبيوليتيف يعني حقيقي بيوجع في البلد بين الرجالة والستات عشان حاجات مش يعني أنت عايز إيه؟ ليه ما تبقاش زي الأمريكان؟ ليه ما تعملوش زي الأمريكان؟ تقول بصي أنا عايزة أنام معاكي، بس أنا فلاني فلاني معجب بيكي، معجب بجسمك، عايزة أنام معاكي. لا شكرا، مش عايزة أنام معاك. أوكي باي، هدور على. ليه ما تبقاش صريح كده؟ والله هتبقى راجل، والله ما هزعل منك. واكشلي حصلت معايا، واحد في الجيم جه قال لي والله صحابي قالوا لي لو كلمت مي خرسيتي وحاولت تقلي ادبك هتديك على وشك. قلت له انت عايز ايه؟ قال لي انا عايزك اسهر معاك. قلت له لا انا مش بتاعت سهر. فمشي. فاحترمته، احترمته لانه كان عارف هو عايز ايه، عايز قله ادب بس. انت عايز قله ادب يابا، انا ماليش في قله الادب. واضحه واحده طالعه عامله اعلانات لنفسها دي بتاعت جواز، شكرا. تيجي تعطف وتلطف ليه؟ عايز ايه بالظبط؟ ليه ليه الرجاله المصريه ما توضحش نيتها؟ واحد اتنين تلاته. ولما نيجي نعطف ونلطف ونوعد ان احنا موجودين لبعض ونطبطب على بعض ونحضن في بعض والكلام ده كله، ندي بالشبشب بعد كده. افرض بعد الشر، بعد الشر، بعد الشر، البنت دي طلعت بنت ناس وطيبه وغلبانه، وبعد الشر استخدمت مشاعرها وصدقت يعني من كتر ما هي نفسها يعني ربنا يعني تحب الحاجات اللي فيها مشاعر دي. على فكره اكبر رزق في الحياه، اكبر رزق في الحياه كلها الحب والمشاعر الطيبه. اجين من كتر النعم اللي ربنا اداها لي واكتشفتها في كل حاجه، اكبر رزق في الحياه الحب، المشاعر الطيبه، وبعدين المأذونه و250 جنيه. عشان ايه بقى؟ عشان النكاح او الليله اللي هنقعد فيها نحب بعض بزياده يكون هو راضي عننا، مش عشان بقى كلمه جواز ومسؤوليه واشيل مش عارف طبعا غير الباكج بتاعت المسؤوليه. فالنعمه دي موجوده، ليه في الاخر نعملها بالشبشب؟ احنا لو عندنا خدامه في البيت ومش عايزينها انيمور، واحنا مش عايزينها بنتراجع كده بادب برحمه باسلوب اللي هو انا اسف انا مش قادر يعني انا هطمن عليكي في بيت تاني، احنا بصي انت عملتي كذا 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 وانا مش عايز كذا كذا، فبتمشي بتسيب الخدامه دي بالمعروف. انت لو رايح تشتري جزم الراجل اللي بيساعده في الجزم مش خلاص مش عايز تشتري الجزمه، هتشكره شويه على مجهوده، هتمشي بالمعروف، مش تعطف وتلطف وتعشم والدنيا كلها مليانه بالمشاعر الجميله اللي ممكن تخلي بني ادم فعلا يمرض. الناس الحساسه، هو لسه يا اولاد في ناس حساسه في الزمن ده؟ لسه في بنات حساسه وشايله قلبها كده على كتافها؟ تصدقوا تامنوا بالله لسه لسه دول بنات الاصول بقى، لسه موجودين، لسه جايين من حضن ابوهم، فشايفين ان الحياه بريئه كده وحلوه واللي هو قلب موجود، لسه في خير، لسه في البنات دي. المفروض عوني ان 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 البنات دي لما بتنجرح، لما بتاخد الصدمه العاطفيه، ما خلاص ما انت كنت مفهمني انك بتحبني ودلوقتي سبتني بطريقه وحشه، وصاحبك جاي يقول لي ما هو تلاقيه ما كان عايز منك حاجه وما خدهاش، فانا قاعده بعيط. فلما هتعيط هتعمل دور عبله كامل، دور عبله كامل طلع قديم مش عايزينه، محروق في الافلام خلاص. ها هنعمل دور بقى ايه؟ نقلع وننزل بقى ونخرج ونخربها، نروح نسكر، نروح نشوف رجاله تانيه تطبطب علينا، نروح نغيظه ونفجر، نروح نحشش ونشرب خمره. البنت البريئه بالتالي واحده واحده بسبب عدم وجود ضميرك وانت بتتعامل مع المراه، عدم وجود الضمير ده ممكن بتعمل مصايب في نفسها، واحده واحده بتبوظ. ان قلما الاقي بنت مجروحه تقول خلاص فلنكتفي بهذا القدر، الله يسامحك، هروح اقرا قران، هروح اصلي، هروح اتمرن، هعيط شويه مع نفسي، هركز في شغلي، هبقى انسانه عمليه. لا، يقول لك هنبدل ده، هجيب ده بدل ده، هعمل كذا بدل كذا، لازم اشفي، خلي لي اشفي نار. لان هي تعبانه مكسوره من جوه، نفسيتها تعبانه. او بتبقى ايه؟ معقده، ونعيش في جو العقد، والرجاله كلها وحشه. لا خالص مش وحشه. جوز اختي
مع اني انا وهو طبعا مش عمري ما عرض له وعمري ما عرض لاي حد. انا وهو ساعات كتير بنختلف في كل حاجه في الدنيا، بس يمكن من ارجل الرجاله اللي شفتها في حياتي. طلعنا مره واحده في جروب، اتصل بيا تاني يوم انا عايز اختك للجواز، عايز اتعرف باختك للجواز. بعديها باسبوع جه كلم بابا، اللي هو يعني مفيش جروب بنتكلم. بعدين ده في امريكا، ده راجل مصري امريكاني عمل كده لما شاف واحده، خلاص ما عادش خد اللفه كده. عايز يا حبيبي قله ادب، روح للنسوان بتوع قله الادب. عايز نضحك على بعض بالمشاعر والعاطفه، روح للنسوان اللي بتمثل زيك. روح اتعرف على واحده تقعد تمثل لك الحب والغرام، وعيش لقطه الحب والغرام واكتفي بقى. ما هو انت الله اعلم نيتك ايه، بس لما بيحصل كده ست بنات كتير في قوانين في بلاد تحت ساوث افريكا، قوانين دلوقتي للبنات العذراء لما تيجي تتعرف على ناس لو ايه حاطين لهم قانون كده، ده اعرفي خلي بالك ده متجوز وعنده يعني كذا، يعني عشان خاطر ما يجرحوش العذاره literally، ما يجرحوش مشاعرهم. دي مهمه جدا، مشاعر البني ادمين مهم، اهم من اهم حاجه في العالم. ما تعملوش نفسكم الناس المثاليه وتفشخوا في مشاعر بعض. ده يعني قدرة مرعبة على التمثيل والتزوير في المشاعر حقيقي. أنا ما شفت ده جواسيس روسيا مش كده. يعني فين ربنا بقى؟ فين تؤلف مشاعر البشر دي؟ ليه كل حاجة بقت فلوس ومادة وعربيات ويلا يا ننط النطة بتاعتنا، يا يلا نخرج اليومين الحلوين ناخد الثقة بالنفس ونطلع كده وندي بالشبشب بعد كده ونهين الكرامة بعد كده ونقعد مع بعض، بص جبت مناخيرها، بص كلمتها، بص عملت لها، بص دي زعلانة عشان، بص حبتني وقعت نفسي، وبص بتعيط ازاي عشاني، بص تجري ورايا ازاي، بص طخ طخ. ليه ما تخليك كده يعني شبعان واطلب الطلب الدقيق اللي انت عايزه، او تطلب الطلب العاطفي اللي انت عايزه، او تبقى واضح وصريح. ليه اللفه الوسخه دي؟ فده للبنات اللي لسه يا عيني لسه، ويا رب يكونوا لسه موجودين البنات دي. البنت الجميله قوي قوي وانثى قوي قوي وشريفه قوي قوي وعاطفيه قوي قوي، لما يجي البعيد يا اختي يكسر لك في قلبك قبل ما تعملي مصيبه، عشان انا عارفه الموضوع حرقه القلب دي عارفاها وحاساها. قبل ما تعملي مصيبه قومي حطي مكياجك وروحي تمرينك، صلي ركعتين حاجه. انا بصليها في الجيم باي ذا واي، عشان خاطر بس الجو اللبس. ساعات كتيره في الجيم ببقى لابسه سبورتس براو والليجنج بتاعي، فهو انا كده مع احترامي للجميع، الوحيد اللي هيتدخل في لبسي الراجل اللي بعد كتب الكتاب اتدخل يا حبيبي. قبل كده محدش يدعوا بالموضوع ده. ركعتين الحاجه بتوعك، حد انت عارفه لما يقول لك رش شمال، لا ما ترشيش شمال، هاتي القران الكريم افتحيه اقري فيه، وانت بتصلي ركعتين الحاجه اطلبي فيها انه فعلا ربنا يداوي قلبك، عشان اهم من شرفك دلوقتي في نظري القلب يكون عذراء، عشان الراجل اللي هتتجوزيه لما يكتب كتابه ويعمل المجهود ويكتب كتابه وتديله كل انواع الحب. حاولي قد ما تقدري تحافظي على عذورية قلبك، والسلاح الوحيد بالنسبة ليا اللي انا بستخدمه حاليا فعليا بحضره في القرآن الكريم. يعني التمرين ما بقاش يجيب النتيجة قوي غير انه بيهديني شوية، في القرآن الكريم. حضريه في القرآن الكريم. شكرا.